بسم الله ما شاء الله، هذا جديد المزرعة. ما شاء الله الرحمن الرحيم، شهر خمسة، هذا الجديد في المزرعة، أسأل الله التوفيق. المهم أنا غادي نحضر لهم الأكل ديالهم، يسر فيه الله سبحانه وتعالى. هاد الوليدات كلهم مزيانين، اللهم لك الحمد والشكر. غنحاول نوجد لهم الاكل ديالهم باش نعطيهم ياكلوا وردهم للامهات ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معنا. هذاك الصغير ياكل. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. خليه خوتي. سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. هات خليه خوك، خليه خوك، راه مقتو عليه، غنبقو عليك، دابا على راسك هاي. دابا مساكن ما غادي تكون جالس، يستافدو شوية مزيان، في أيام ديال العمل، راه هما في حقها ديما في يد الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان اللي يكون جالس، يعتني بالصغار ديالو. ديال فريخاتو هادشي اللي كاين. طلب الله خير سبحانه وتعالى. ما شاء الله. لاباس عليك، صبحتي مزيان، صبح الوليدات مزيانين. ها خلينا نشوفوهم، ها خلينا نشوفوهم ان شاء الله. هادو ها نوض نوض، خلينا نشوف الوليدات كيصبحو. بسم الله ما شاء الله. هاشو هاشو واكلين ونقول شي فحال. او لا لا او ما هاشو هاشو واكلين، انا واكلين صغري خليهم، انا ما كيش نوكلهم شوية. او ما
والله ما عرفتش. بسم الله ما شاء الله. نحاول نطعمو. ما وليداش ديال البارح واحد في الصباح واليوم واحد. نجيبوه المعدات ديالنا وكلهم شي شوية إن شاء الله. راه وكلت واحد آخر قبيل نحاول تعدو وكلو. باقي عندها واحد الجبيضات صافي شباب. الله ردكم الأم العجيبة. خليك باش متعياوش ومن هنا واحد ساعتين تاني نجي نطلع عليهم تاني إن شاء الله الرحمن الرحيم. يا رب تخرج تاكل شوية وتعاود ترجع. أنا حساسين نعود نرجع نقلبهم. هاي تبارك الله الصغار. نحاول نصور لكم. بسم الله خليها يسخنوا. تعالوا معي.